أسماء السعادة. سعادة عندها أكثر من اسم ومعنى، وربما تكون صحة بالنسبة لبعض الأشخاص، أو المال، أو البنون، أو حتى الزواج. غالباً هي مجموعة من الأسماء على حسب الأشخاص، أو على حسب طبعاً المتطلبات ديال كل واحد. كنا في هذه الحياة تنبحثوا عليها وتنقلبوا عليها، وكأنها دائماً بعيدة المنال. الحقيقة أن السعادة قرار تخص مجموعة من الأمور، فهي إذن مشي هدف وإنما طريقة للحياة. أسماء السعادة مع الأستاذة أسماء الهاشمي من 2 حتى الخميس من 6 إلى 7 على راديو بلوس. السعادة قريبة منا، تنعيشها ولكن ما حاسينش بها. مساء السعادة، مساء النور مستمعي الكرام، وأهلا بكم من جديد في حلقة جديدة وفي أسبوع جديد. تنتمنى على الله نكونوا طبعا مستعدين، وبأننا مسحنا هذا الأسبوع باش نبداو طبعا بداية موفقة إن شاء الله. إذا الموضوع اليوم هو في مجال طبعا الأعمال والمشاريع. احنا في انتظار المكالمات ديالكم فيما يخص هذا المجال، وطبعا غادي نتكلموا في إطار هذا المجال على كيفاش تكون متميز في العمل ديالك. الأرقام ديالنا هي 05 20 60 66 05 20 66 67، 05 20 66 68. وطبعا غادي نذكر بالرقم ديال الواتساب بالنسبة للإخوة اللي باغيني فقط يخليوا رسالة صوتية أو رأي، على إن هو 06 62 02 79 09. إذن معايا في الحلقة اليوم الأخ إبراهيم في المخرج، وعلي في اللايف، وتتمنى لكم تهوما بداية أسبوع موفقة في انتظار المكالمات ديالكم والتفاعلات ديالكم، التجارب ديالكم، الأسئلة ديالكم، برنامج ديالكم. هذا الموضوع اليوم اللي غنتكلموا عليه طبعا في مجال الأعمال والمشاريع. احنا في انتظار طبعا التفاعل ديالكم، التجربة ديالكم اللي غادي طبعا تغني الحوار، وأيضا السؤال اللي ممكن نطرحوه اليوم، أكيد بزاف الناس تتبغي تعرفوا كيفاش ممكن تميز في العمل ديالي، كيفاش ممكن نلقى أفكار جديدة باش يكون عندي يعني تميز في العمل ديالي. طبعا احنا تنسألوا كل شي باغي يعني يحرت، ولكن السؤال شنو ممكن نزرع باش يمكن نلقى بنحرت، هذا هو السؤال. العمل في أي كان طبعا الأعمال والمشاريع في أي كان، بداية من البيت بالنسبة للمرأة طبعا اللي تتعمل في البيت ديالها، طبعا تتبتكر أمور جديدة اللي تجعل أنها تتميز بالنسبة للأخريات، سواء يعني في الأكل، سواء في تسيير شؤون البيت إلى آخره. فالتميز مني تيكون شي واحد عامله في يعني قدامه تيوصل ليه، فهو ما تيبقاش استثناء. لأن طبعا مني تنغير بعض العادات، ودائما تنتكلموا عليها في باب العادات، مني تندخل عادات جيدة وعادات جديدة تنغني بها يعني تنغني بها الحياة اليومية ديالي، تنبتكر وطبعا تيكون هناك تميز. إذا في انتظار المكالمات ديالكم مهمة. طبعا الأخ اللي تكلم معنا آخر مرة من خريبكة، يعني السائق اللي كان قال لي بأن يعني من بمجرد بغى يبدل الحرفة، وبأنه يعني هو سائق تاكسي مدة أكثر من 24 عام، وبأنه يعني استفاد من هذه التجربة دياله في التواصل مع الآخرين. فمثلا في هذه المهن أيضا شنو ممكن كيفاش نتميزه بالنسبة لسائقين التاكسي اللي تيهدش، كيفاش ممكن تميز بالنسبة للزملاء ديالك؟ أيضا ممكن نقوله بأن التميز طبعا هو تيكون عند الأشخاص اللي تيقلبوا عليه، ما يمكنش يعني ينزل عليك هكاك من السماء، خصك تطرح طبعا السؤال تتخرج من واحد الحالة نفسية، وممكن نشرحها في انتظار طبعا المكالمات ديالكم. تنخرج من مرحلة أنه تنسأل علاش، تنسأل علاش، تندوز المرحلة ديال كيفاش. لأن علاش تتشعني أنه دائما يكون عندي واحد الوتيرة دائما هو أنني أنتظر الحلول من العالم الخارجي، وما تنعملش واحد الابتكار، ما تنعملش واحد المجهود، ما تنعملش واحد طريقة، يعني ما تنقلبش على طريقة جديدة، وإنما أنا لقيتهم تيديروا هكذا تندير بحال هكذا ويعني وخلاص. وربما يعني ما قل ودل، ولكن ماشي هو هذاك. طبعا التميز غادي يجيب لو طرحتي على نفسك سؤال كبير، اللي هو
كيفاش. فطبعا قبل ما نفكر شنو غادي نحصد خاصني نفكر شنو حرت. وهنا تنقول ايضا المبتدئين لان كنا مرينا بهاد القضيه في بدايه المشوار طبعا العمل الى اخره، تيبقى فينا الحال وتنقولوا علاش انا ما طلعتش، او ربما علاش ما في هاد يعني في هاد كان واحد الترقيات الى اخره، علاش انا ما كانش عندي حظ في هاد الترقيه، وان يعني بالنسبه لي راه انا عندي الشروط اللازمه على اساس دوز مثلا 3 سنين او سنتين او الاخر بالنسبه لهاد يعني بالنسبه لهاد المرتبة إلى آخره. لكن السؤال، وأنا يعني أشكر رئيسي في العمل واحد الوقت اللي كان قال لي وشرح لي الأمور، قال لي شوف خاص دائما الإنسان يطرح يطرح واحد سؤال مهم، خاصو يقول لو أنا فعلا أستحق هاد الرتبة، لو أنا فعلا أستحق هاد تقدم بالنسبة للزملاء ديالي، شنو اللي أنا بإمكاني نعطي أكثر من زملاء ديالي؟ وهذا سؤال وجيه يعني. طبعا ماشي فقط العمل، طريقة التواصل ديالك أيضا مع المرؤوسين ديالك مع الناس مع إلى آخره، هي مهمة، فهي كفاءة طبعا تنحتاجوها. راه ماشي فقط خصك تعمل، خاصني نعمل وطبعا نولي تندير داك العمل بواحد الشكل ممتاز، ثم أيضا كيفاش تتبيع داك العمل ديالك للرؤساء ديالك، تهي طبعا راه تهي كفاءة ما تتكونش عند الآخرين، وحتى هي تيدربوا عليها الناس، وتهي تكون من الكفاءات اللي خصها تطور. لأن كاين ممكن يكون شخص يعمل واحد العمل جيد لكن هو لا يتكلم عن عمله وما تعرفش أنه كيفاش يتكلم عن العمل دياله، فبالتالي تبقى منسي أو ربما يقدروا يتفكروه إلى آخره، لكن ما خاص واحد شوية طبعا ماشي عاوتاني كل حاجة ما خصهاش تفوت لحد الحجم ديالها. طبعا كيفاش نتكلم على العمل ديالي ولكن بواحد الطريقة يعني جميلة، وواحد الطريقة اللي تكون تجعل أن الأمر يوصل، ماشي عاوتاني نزيد، لأن لو تكلمت بشكل ربما غادي هذاك العمل ديالي غادي ما غيبقاش تيتشاف بذاك الشكل الجيد. فهنا كيفاش نلقى داك الميزان ما بين داكشي اللي خصو يعني اللي خصو يدار، وما بين كيفاش نتواصل مع المحيطين بيا بداك العمل اللي تنقوم به. طبعا هادي كل واحد في المجال ديالو خصو طبعا ما يتصرف بواحد الشكل اللي تيجعلو انه يشوف شنو واقع في داك البلاصه اللي هو فيها، ويشوف كيفاش يعني كيفاش تتقضى الامور وكيفاش هذا. فهذا ذكاء طبعا تيجعلو انه يربح كثير من الوقت. تنتمنى ان الاخوه اللي تيتصنتوا ليا تكون هناك مشاركه باش يكون واحد التجاوب من الاطراف، خاصه لو كانت امثله هذا غيكون شيء جميل اللي غيجعلنا نستافدوا جميعا من الموضوع اليوم. كيفاش نتميزوا في العمل ديالنا، كيفاش نتميزوا في مشروع ما، كيفاش نديروا. فلو عندنا يعني امثله يكون شيء جميل. أنا في نفس الوقت نشوف الرسائل بالنسبة لللايف، تنحاول نشوف التدخلات ديال الإخوة باش يمكن لي طبعا ندخلهم معنا في النقاش إلى آخره. فطبعا اليوم تنتكلموا في التميز عن العمل وكيفاش غادي نتميزوا. ما متفقاش معك بزاف الأخت حسناء. من جد وجد ومن زرع حصد، الأخ أيوب فعلا من جد وجد ومن زرع حصد. فالأخ جمال مختار يقول لك التميز في العمل وإتقاني موضوع جميل، شكرا. أخ يونس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كيفاش غنتميزوا في العمل ديالنا، كيفاش أننا ممكن نعطيه الجديد بالنسبة للزملاء ديالنا، ليس فقط يعني في العمل أيضا كيف نتواصل في العمل ديالنا. فطبعا أي حاجة كاين واحد المعادلة اللي نعطيتها ربما في حلقات أخرى لكن لا بأس من تذكير فيها، وبالنسبة للإخوة اللي داروا معي التكوينات إلى آخره عارفينها، وتنقول لهم أنا يا دائما خاص دائما نشوفوا داك المعادلة ما بين الإنتاج والقدرة على الإنتاج. فطبعا إذا أنا أردت أن أحصد شيئا خاصني نشوف شنو أنا ممكن نعطي بالمقابل. فطبعا إلى ما عطيتش بالمقابل بواحد الدرجة كافية ما غيكونش الحصد يعني اللي غادي داكشي اللي غنحصدو غادي يكون بداك النسبة اللي أنا باغي. وبعض الأحيان
تيكون عاوتاني تنعطي بزاف وتنحسد داكشي قليل. فهنا خصني نعرف راسي فين انا ونعدل، ومره مره خصني نوقف مع نفسي باش نشوف داكشي اللي تنعطي واش فعلا تعطيني داكشي اللي بغيت او لا. هاد الاسئله كلها طبعا تتكون حوار مع راسك ومع كل واحد في طبعا في بلاصته في المكان ديالو الى اخره، تيجعلو انه يقلب على كيفاش يطور. اذا الاخ يونس يقول الاجتهاد والابتكار. طب مزيان اوكي، الاجتهاد والابتكار هذا شيء جميل. يعني الاجتهاد هو هادشي في صلب الموضوع، خصنا نجتهدوا وخصنا نبتكروا. مزيان نمشيو من هذا المنطلق، نجتهدوا ممكن يعني نطرقوا لها بشكل يعني بشكل عادي. هو الاجتهاد انني مثلا نجتهد اكثر، يعني نعطي واحد الوقت اكثر بالنسبه لهذاك الشيء اللي تندير، او بالنسبه يعني نزيد على راسي كفاءات اخرى. فطبعا انا ربما نكون يعني دخلت في واحد العمل وشفت بانه تحتاج واحد الكفاءات انا ما عنديش، فربما نمشي نقلب على الكفاءات باش نضيفها الحصيله ديالي باش يمكن لي نمشي اكثر، نمشي يعني بسرعه اكبر. لان بعض الاحيان شي مسائل بسيطه تجعل انها تعطلك. وكنت على عقلتي وعطيتكم داك المثل ديال الاخ اللي كان تخصصه اللغه الانجليزيه باش يطلع المستوى اخر، وكانت غتزيدو 3000 درهم في الشهر، وكان يتسنى الموارد البشريه تحل ليه المشكل. لا، كان ممكن يجتهد طبعا، وهذاك الشيء اللي دار في الاخر اجتهد وعمل طبعا عمل الدروس في اللغه الانجليزيه وخلصها، وحاول انه يحيدها من كاستثمار، فهو بحال استثمر في نفسه وجعلته هذه القضيه على انه طبعا يتحدى هذاك العائق ويدوز المرحله الاخرى. فاذا شنو انت تستثمر في الكفاءات ديالك؟ شنو ممكن تدير؟ هذه المسائل كلها طبعا كل واحد في مكانه تيعرف. عندي أسامة تقول لي حب ما تفعل حتى تفعل ما تحب. طبعا هذا توا طبعا هذا مسألة مزيانة، هي أن الإنسان لو أنه تصاب أنه ما تيعملش شي حاجة اللي لقى فيها راسه، هذا ما يعنيش أنه يعني ينزل يدو ما يبحثش وما يقلبش، خاصه ضروري يقلب ويبحث إلى آخره ويجتهد كما قال الأخ يونس ويبتكر. ولكن طبعا ممكن أنه يحب داكشي اللي تيديرو، ربما يلقى في راسه بعض الأشخاص يعني لقاو راسهم في داروا يعني دخلوا في شي مهن ولقاو راسهم فيهم وبدلوا كاع كاريمو الحرفة. وبقى أنا أقول أن الإنسان يصاب بالملل، يجب التفكير بالتحفيز، يعني الإنسان الابتكار. فكيفاش نبتكر؟ فأي إنسان طبعا وصل لواحد المرحلة معينة يعني من الكفاءة، طبعا الكفاءة ربما ندير رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم أربعة. فطبعا لو وصل رقم أربعة يعني هو وصل واحد ليكسبيرتيز، واحد يعني تيفهم مزيان فهذيك الحاجة، وممكن يعني يخرج لنا طريقة جديدة باش دار. لما لا؟ الأخ جمال مختار يقول كلما كان هناك تخصص في العمل كان هناك تميز طبعا وتفرد وإتقان، لأن التخصص تيجعلك طبعا، هنا متفقة معك أخ جمال، لأن التخصص تيجعلك أنك يعني تركز في جهة معينة. طبعا لا موتيفاسيون لا اسم وي، اذا لا موتيفاسيون دائما طبعا الانسان، ولكن انا ما ننتظرش يعني ما انتظرش من الآخرين أنهم يحفزوني، ممكن أنا نشط راسي. لأن أنا قلت يعني لو أنا عندي أهداف معينة تنخدم عليها غادي تجعلني أنني نحفز راسي، نقول مثلا يعني ندير بحال بارومتر مع نفسي، واش أنا يعني خدام مزيان، واش وصلت للمستوى اللي أنا باغي، شنو كان ممكن ندير. يكون هذاك يعني الحوار مع نفسي شي حاجة اللي تجعلني أنني نتحسن طبعا. وأيضا لا تسنيت التحفيز من الآخر، ملي ما تيجيش غادي نكون يعني ما عجبنيش الحال. لكن لو أن التحفيز يعني عملته أنا بنفسي على أساس أنه دركت شي بلايص ما وصل لهم شي حد قبلي، فهذا شيء طبعا يعني أنا تنحس به أنه كبرني. فأي كفاءة زادتك فهي تتكبرك باش تجعلك أنك تمشي يعني بسرعة أكبر. وطبعا كما قلت الكفاءات هذه شي حاجة تتخصك، حتى حد ما يمكن له يزولها لك أو يحيدها لك. الكفاءات ملك خاص، يعني وإن كانت الشركة أو المشروع تستفد منها فهو شيء يعني تمتلكه، وتحد ما يجي يقول لك أراه عطيه لينا، طبعا هذا شيء خاص. إذا طبعا لو أننا تكلمنا بشكل عام، احنا تكلمنا طبعا هدرنا على نقطتين مهمتين من بداية إلى يعني من بداية الحلقة،
تكلمنا على طبعا منظرة حاسدة، يعني طبعا تكلمنا على المعادلة ما بين الإنتاج والقدرة على الإنتاج. طبعا في أي حاجة بغيتي تحسدنا غادي تسأل نفسك، ماشي غادي تسأل نفسك شنو ممكن نزيد أو نضيف بالنسبة للزملاء ديالي أو حتى بالنسبة للإنسان اللي عنده مشروع دياله، وخا يعني يكون مشروع بسيط. طبعا كل مشاريع مهمة وكلها طبعا ممكن، يعني مثلا نعطي على سبيل المثال إنسان تبيع الخضرة وحدة أخرى تبيع الخضرة، كيفاش واحد يكون متميز على هذاك اللي تبيع الخضرة اللي حداه؟ ممكن نشوف كيفاش الطريقة ديال يعني الناس اللي معايا في المارشي كي دايرين، وأنا نجي تتلقاو ما شاء الله كاين شي بلايص تعجبك توقف فيهم، لأن الخضرة مستفة مزيان، الديسير، الألوان، هاد اللون الأحمر حدا هاد اللون الأصفر، فتيجعل داك المنظر رائع، تيجعل طبعا الإنسان اللي غادي يشري تيوقف أكثر في هذاك المحل على داك المحل. علاش؟ لأن كاين واحد الإضافة، كاين واحد التميز ديال داك الشخص. فهنا علاش في أي حاجة يعني فيها عمل وفيها ابتكار يشوف الإنسان من منتهى، يعني خصو يكون عنده واحد، يعني واش تنظن أهم شيء هو أنه يوقف مع نفسه ويقول كيفاش خاصني ندير. السؤال اللي خصو يطرحوه هي اللي دائما تنقول حيدوا عليكم داك السؤال اللي علاش اللي تيدوز لكم دائما المشاكل، علاش انا ما عنديش زهر وعندي هذا. هذا طبعا حوار ما غاديش يديك للقدام، طبعا حوار غادي تبقى فقط في اطار المشاكل، وكيفاش انك يعني هذا السؤال ديال لماذا غيديك دائما الا غتحس براسك تعيس وما عندكش قدره على. لكن السؤال اللي خصو يطرح ودائما اللي تنقول دائما الاشخاص تركز عليه هو سؤال ديال كيفاش غادي ندير. فانا في مشروع ما او في عمل ما خاصني نشوف كيفاش غادي ندير، وغادي نشوف طبعا مني غادي نركز فعلا في كيفاش غادي نلقى الحلول. عندي بعض التدخلات الاخوه هنايا بغيت نشاركها معكم. اذا هناك بعض العوائق قد توقف تميزك وتقدمك. من خلال التجربة الشخصية لي كنت من المتميزين في عملي وكنت أحب عملي وأعطي كل ما عندي، لكن في نظام داخلي العمل إذا أردت أن أرتقي في سلم العمل يرتكز على ما عنديش الكمالة. الأخ أسامة طبعا هنايا وي مي جو دي كو سي جوست ان مينيموم اسبيري. الاخ يونس توا تيجاوبوا هنا تنقول بالنسبه للاخ اسامه، يعني طبعا تنسمع بزاف، ربما ما كملتش لان ما عنديش الكتابه كامله، لكن بزاف تيقول لك انه انا فعلا بغيت نتميز وكنت نحب العمل ديالي وتنخدم، لكن جات يعني ظروف خارجيه او في قلب العمل اللي جعلت ان هذاك الشيء هذا. هنا تنقول حذاري من الوقوع في هذه القضيه هذه، لان كما قلت قبيله قبل من الوصله ديال الاشهاريه قلت انه لو ما انتظروش، يعني شنو تيوقع؟ تيوقع انه تنعملوا شي حاجه لكن تنتسناو يعني الحافز، يعني الحافز انه يكون واحد تشجيع من الرئيس او تشجيع من المؤسسه او من الشركه الى اخره. وهذا هو المشكل، لان مني ما تيكونش هذاك التشجيع طبعا ما غاديش يعجبني الحال، وغادي نكون طبعا شعرت بال يعني شعرت بانني زعما ماشي حاجه اللي ما شجعتنيش، فبالتالي غادي نوقف على داك الشيء وغندير بحال ما داروا الخوت. لا طبعا لا، علاش؟ لان غادي تطيح في واحد الروتين وما غاديش تطور في الكفاءات ديالك، وشويه غادي يولي العمل ممل، وشويه غادي يولي داك الشيء يعني حاس بنفسك بانك ما تديش القدام. وطبعا سولي كي نافونس با ركول، يعني الانسان ما تيجيش القدام تيحس براسو تيرجع طبعا، والزملاء ديالك اللي غيكونوا بلاصه حدا اخرين غتلقاهم بانهم تيتقدموا وانت ما تطيحش في هذا المشكل هذا. انا قلت لكم اذا تكون تتعمل العمل وانت تطلب اول شيء يعني انك تكون مرتاح مع نفسك، يعني تكون مرتاح مع نفسك. وطبعا مني تبدع في شي حاجة راه قول في بالك بأنها كفاءة جديدة ضفتها على مجموعة الكفاءات ديالي، فغدا ممكن كاع نخرج من ديك الشركة هذيك الكفاءة حتى حد ما غيحيدها لي، غادي نخدم بها في شركة واحدة أخرى. ونفترض ما بقيتش خدام في ديك الشركة حتى هي وحليت مشروع ديالي، هذيك الكفاءات راه ديالي غنديهم معايا، راه دايرهم في القفة ديالي غنديهم معايا وغادي نبدا بهم وغنخدم بهم، ما كانش اللي غادي يحيدهم لك. فبالتالي من العبث أن الإنسان يطيح يعني في انتظار طبعا تشجيع الآخر، وبأنه يقول ما كاينش تشجيع صافي ما كاينش
ما كاين بلا ما نزيد لا خاص دابا يعني تخدم مع نفسك. وحنا قطعتينا ثلاثة ديال العوامل ديال العمل، اولا تنخدم باش نحلل فلوسي امام الله سبحانه وتعالى، ثانيا تنخدم اي يعني ايا كان البلد اللي انا فيه فتنخدم باش نكون مواطن صالح بالنسبه لذاك البلد لانه عطاني وانا خصني نعطيه، فبالتالي في المكان اللي انا تنعمل فيه بواحد الشكل جيد فانا تنقوم بمهمه ديالي كمواطن صالح. ثم تنخدم اساسا ايضا بالنسبه لنفسي، يعني باش تنكون واحد الشعور عندي، شعور طبعا بالاكتفاء، وشعور يعني الانسان ملي تيحقق شي مسائل جديده او تيدير شي حاجه جديده فطبعا هذه مساله تتكبروا تيشوف راسه كبير، وطبعا تدخل هي داخله في اطار الثقه بالنفس، وطبعا داخل في الانسان كيف ترى نفسك. فكما قلت عندي ايضا مشاركه في الواتساب تقول مساء السعادة أستاذنا الغالية، تحية إليك أسماء، شكرا والطاقم التقني البرنامج الجدير بالاحترام. موضوع التميز بالعمل أود مشاركة مع الأصدقاء تجربتي في التميز العملي، التميز الإيجابي. إذا التميز تنشوف فقط الاسم ديالو، بغيت نقول له إذا ما ذكرش الاسم. التميز الإيجابي أقصد به حين تسنح ظروف العمل مع فريق دون مهارات مهنية وفي الاجتماعي والاجتماعات، رب العمل يمدحك، يعتبر تميز. يعني الإنسان هدف تشجيع الآخرين هو تميز فعلا في إطار الإدارة. الإدارة تقدم وثيقة تأخرات كل شهر، دخول وخروج كل شخص والساعات الإضافية، أعتبره تميز فعلا. لو كانت الإدارة تتعطي طبعا هاد وي ممكن نعتبرها تميز. هي هناك أعمال إن فكرنا فيها كثيرا رغم سهولتها وبساطتها تعتبر عائق بالنسبة للروتين اليومي، لكن جعل من المستحيل ممكن أعتبره تميز. طبعا جعل من المستحيل متمكن. إذن وأخيرا اتباع الرئيس الناجح كيف وصل لذلك المكان أو بالأحرى ذلك المنصب، طريقة كلامه، كيف تسيير التجربة التي خاضها، لن أخوضها بالعكس أكتسب تجربة منها، أعتبره تميز أكيد في ميداني كما قلت في الحلقة الماضية. وأخيرا المهارة العمل في أماكن متعددة والخوض في معارك واكتساب تجربة كذلك تميز. تحياتي. شكرا أخي. إذا شكرا أخي، مع الأسف ما ذكرتيش الاسم ديالك باش نقول لك شكرا جزيلا على أي، شكرا على هذه المشاركة. إذا هنايا غادي سوقفني قضية أنه نشوف القدوة، هذا شيء مهم، شيء مهم بالنسبة لي لو أنا أردت التميز. ربما من بعض الأشياء اللي تنشوفها تهي نشوف الأشخاص المتميزين ونشوفهم كي تيديروا، ممكن طبعا، وممكن انا يعني نشوف كيفاش دار هذاك، يعني حتى هو انسان هذا كيفاش وصل هذاك المكان، كيفاش انه عمل، كيفاش تكلم. ومزيان انك ذكرتي طريقه الكلام الى اخره. قبيله شنو كلمتكم؟ قلت لهم ان الانسان بعض الاحيان تيسحب له راه انه من تيدخل العمل تيسحب له الله، راه بحال مدرسه، يعني راه الاول غادي ينجح والاول هو ماشي هكذاك. في ميدان العمل طبعا وفي ميدان التجربه ماشي فقط يعني القدرة أو التقنية للعمل هي التي كافية، طبعا كيفاش تتواصل بالنسبة للعمل ديالك، كيفاش يعني طريقة كلامك، طريقة تسير، طريقة بعض الأحيان تلبسك هي تتأثر. فإلى بزاف العوامل تتلعب دور، وخصنا ناخذها بعين الاعتبار، وخصني أنه لو عندي شي كفاءة ناقصة في هذا الشيء تاهي نحسنها ونشوف، وماشي عيب أنني نسول، وماشي عيب أنني نشوف ونتعلم. فماشي كل شيء تيجي طبعا عارف، ومادام هناك الحياة حنا تنزيدو نتعلمو كل يوم، وكل يوم هو فرصة جيدة باش نتعلم. إلا كنت غنتعلم شي تقنية جديدة ولا شي مهارة جديدة اللي غادي تسهل عليا الحياة فهذا شيء مهم، وهذا شيء يعني جميل، وتيجعل أنني كما قلت نكبر. وطبعا علاش كيفاش غنشعر بانني يعني تنكبر، جو غراندي، علاش تنحس براسي غنكبر؟ لان طبعا كل ما زادت الثقه بالنفس كل ما كان هناك تصالح مع الذات، وما كانش هناك انتظار من الاخرين انهم يشكروني لانني انا عارف قيمه راسي. فملي تنعرف القيمه دراسي وتنشوف بانني يعني تنتحسن يوم عن يوم، تناخذ تحدي جديد، تنجيب يعني الحمد لله تيكون هناك تطور يعني ما بيني انا وما بين السنة الفارطة. تقدمت، زدت على راسي يعني تكوينات جديدة، زدت على راسي كفاءات جديدة، على شي حاجة عرفتها جديدة. هاد المسائل كلها راه مهمة،
وهذا الشيء في جميع المجالات، ابتداء يعني من العمل في البيت بالنسبة للأمهات ديالنا إلى آخره، اللي تتقول لك هذه الطريقة جديدة للطبخ كذا وهذه الطريقة الفعلية لكذا، وطبعا هذه سهلت علي الأمور وما بقيتش ندوز فيها الوقت كبير، إلى هذاك اللي غيبيع الخضرة، هذاك اللي تيسوق بالناس، هذاك اللي في شركة ما تقنية جديدة إلى آخره، هذاك. فكل شيء هذا الشيء راه خدام في جميع المجالات ايا كانت يعني المقام الاجتماعي، ولا سواء كنتي في شركه كبيره او كنتي يعني في مشروع صغير. طبعا التميز تطلب منك انك تسال نفسك كيفاش ممكن نطور من العمل، وكيفاش نزيد القدام، وشنو هما الكفاءات الجديده اللي ممكن نضيف. هاد المسائل كلها. وطبعا السؤال المهم واللي دائما خاصو دائما يتطرح هو كيفاش، ماشي علاج، كيفاش غادي ندير، شنو ممكن نزيد، كيفاش غادي نوصل لهذا. وطبعا هادشي كما قلنا تيجي من طبعا نشوف الناس اللي تميزوا شنو داروا، وايضا نشوف في الميدان العمل يعني شنو تيدار، وشنو ممكن انا نزيد، وشنو ممكن نضيف. فلو طرحت على نفسي هاد الاسئله غادي تجعلني طبعا نزيد القدام، وغادي نكون عندي فائده كبيره. يعني كيفاش نتميزوا في داك الشيء اللي تنديروا في العمل ديالنا او في المشروع ديالنا، كيفاش نتميزوا؟ فطبعا حددنا جوج نقاط مهمه اللي عطيتها لكم كتقنيه. طبعا دائما تقنيه من زرع حصد، فاذا دائما قبل ما نعرف نقلب على الحصاد نشوف طبعا شنو الاستثمار اللي انا درت بالمقابل، كيفاش درت. فقبل ما تقول او يبقى فيك الحال على الترقيه علاش ما خديتيهاش، قول شنو تميزتي انت بالنسبه للزملاء ديالك. دائما نقلب على شنو هو التميز اللي عملت انايا. بالنسبه طبعا حاجه مهمه ايضا هو طبعا نطرح سؤال ديال كيفاش. لو انني فعلا وقفت مع نفسي وطرحت هذا السؤال ديال كيفاش غادي ندير، غادي نلقى كل في ميدان عمله. طبعا هناك اشتراكات مهمه. ما بغيتكمش الله يخليكم، انا شفت الاخ اسامه تيقول لي عاوتاني لا المحسوبيه، ما تطيحوش في هذه الاشكاليه ديال باك صاحبي وداك الشيء، لان هذه تجعلك انك دائما تتسنى الحلول من العالم الخارجي. فما يمكنش ان في العمل لو انا خديت مثلا شركه على سبيل المثال، ما يمكنش تذكر لي واحد الحاجه ديال 10% نعممها، راه ما يمكنش الشركه كلها تكون خدامه غير في ولاد باك صاحبي، ما يمكنش والا ما غتخدمش. فبالتالي ربما كاينين شي بعض الاشياء ربما تكون واحد 20%، نمشي معك انا بعيد ندير معك 10%، لكن ما يمكنش يفوت هاد النسبه هذه لان ما غتكونش الخدمه. وطبعا الشركه ما يمكنش، ما خصها ضروري تكون تتربح، فما وايا كانت العلاقات مع طبعا العائله والعلاقات مع الصحاب الى اخره، ماشي ضد المصلحه ديال الفلوس وديال الشركه خصها تنجح. فاذا دائما حتى هادشي ناخذه بواحد الشكل هذا، فما نقولش لان هذه المسائل هذه من الكثير المسائل اللي تتعيقه حتى فانه يبحث على العمل. تيقول لك لا الا ما عندكش البيستو ما كاين والو، لا وقلب قلب، حتى هذا وحتى جوج وثلاثة وحتى ذاك غير من خلال السي في ديالك، حاول تشوفه واش هل هو مميز، شنو اللي غيجعل ديك الشركة أن ديك السيدة في الموارد البشرية أو ديك السيدة يشوف يقرأ السي في ديالك. راه كما قلت لكم ما تطرحوش بما فيه الكفاية السؤال كيفاش، تطرحوا دائما تتبقاو بعض بزاف الناس يبقاو هما حابسين راسهم في واحد الدائرة يعني، وفي واحد يعني الاعتبارات اللي هما خلقينها من باب الفكر ديالهم. فطبعا ما يمكنش ان كاع الشركات اللي غتحط عندهم نتايا يعني السي في ديالك كلهم خدامين غير بهذه المحسوبيه، وما يمكنش ان فانت خصك طبعا كاين. انا وانا شفت يعني في اطار المكتب ديالي تنديروا طبعا يعني تنديروا التشغيل الى اخره، راه بعد هنا نثير واحد الانتباه خاصه بالنسبه للناس اللي صغار في السن ولان مازال ما خدموا الى اخره، انتبهوا شويه لذاك السي في اللي تديروا، كاين فيه الاخطاء، كاين شي مسائل. هنا نكون نحاول غير نتميز بعدا في طلب العمل ديالي، كيفاش غادي نحسس ان صاحب الشركه او رب العمل انه غيستافد مني. ما نمشيش بديك القضيه ديال باغي نطلب، باغي نمشي على انني مقاتل وبانه الا خدني في الفريق ديالو غادي نربحو وغادي نربح الشركه. هذا هو كيفاش النفسيه اللي خصك تمشي فيها، ماشي انك ماشي تطلب او انه خصك تبقى فيه. راه هاد العقليه ديال هاد الطليب وهاد الشيء راه ما خداماش لا سواء في مشروع ولا سواء في العمل. خاصني نمشي بعقليه ديال مقاتل،
ان الانسان اللي قدامه غيقول هاد الشخص هذا هو اللي خصني، هاد الانسانه هذه هي اللي غادي محتاجها. فهذا الفرق. ولكن هذه باش تكون عندك هاد الثقه في النفس راه كاين حتى هي تخدم على النفس. ربما يكون عندك ديبلوم قدو قد هكذا ومهم وجبتي يمكن 19 على 20 وهذاك اللي غيخدم هو مولا 14 لان عنده هاد القدرات ديال التواصل وعنده هاد الكفاءات اللي هو طورها. فبالتالي انا قلت لكم في العمل ولا في المشاريع راه ماشي المدرسه، راه هي عندها مؤهلات اخرى خاصني نخدم عليها وخاصني نعمل عليها. وحتى لما عرفتش ماشي عيب، تحب ما تعرف كل شيء نسول نبحث. الحمد لله حنا في هذا عصر التكنولوجيا كل شيء كاين في الانترنت وكل شيء كاين يعني موجود، ومن خلال هذا البرنامج التوعية ايضا. فاذا نسول ونقلب على راسي ونعرف شنو غادي ندير وكيفاش تدار الامور. وطبعا هذا الاجتهاد اللي ذكره قبيل الاخ يونس طبعا غادي نكون واحد الحصاد، ما يمكنش الامور تجي هكذاك. ان السماء لا تمطر طبعا ذهبا ولا فضه. اذا اسمحوا لي هذه القضيه دائما نديرها. وطبعا اللي غنختم به هذه الحلقه قبل ما ندوزوا طبعا التمرين ديال الحبل هو التذكير اللي عطاني الاخ جمال. طبعا تيقول لك طبعا الوازع الديني مهم اللي تنقولوا قبيله، الانسان ما يتسناش شجاعات من اشخاص اخرين، من عمل عملا فليتقنه، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا الانسان راه شوف مول دائما اللي تدير نيته وتخدم راه اكيد غادي يكون حصاد، وكونوا متاكدين. ربما غادي تعطي في واحد البلاصه ربما ما تحصدش في ديك البلاصه، ولكن كونوا متاكدين غادي يكون الحصاد ربما في بلاصه واحده اخرى. وعسى ان تكرهوا طبعا شيئا وهو خير لكم. اذا غادي نبداو على بركه الله تمرين الحمد. بالنسبه للاشخاص اللي دخلوا معنا اول مره، تمرين الحمد هو ان كل واحد بلاصته، وطبعا تنحاولوا اننا نخرجوا من الطاقه السلبيه ونبداو من الطاقه ايجابيه بالنسبه للامسيه. اذا النهار كله داز، طبعا النهار الاول الاسبوع تيكون متعب الى اخره، وطبعا هذا التمرين الحمد تيجعلنا انني الطاقه ديالي نرجعها في المكان الايجابي اللي غادي يجعلني طبعا نكون في واحد الحالة نفسية جيدة. دونك غادي نفكر في ثلاثة الحاجات طرات لي زوينة اليوم. بداية طبعا أنني وقفت على رجلي، فهذا شيء مفيد وشيء جميل، وماشي كل شيء استطاع يديره اليوم. راه ميزة تختارنا صحتنا أو تختارنا فقط حاسة من الحواس نشعروا بالقيمة ديال كل حاجة. إذا غادي نبداو التمرين الحمد. إذا الأمر الأول الحمد لله. الأمر الثاني الحمد لله. الأمر الثالث الحمد لله. الحمد لله عدد أوراق الأشجار، الحمد لله عدد حبات الرمال، الحمد لله كثيرة، الحمد لله دائما وأبدا. شكرا أصدقائي، ونتلقى غدا إن شاء الله في موضوع العلاقات الأسرية والأولاد. وغدا غادي نتكلموا أيضا، غادي نستمروا في الكلام على السعادة الزوجية. فما تنسوش الموعد على نفس المحطة، ومرحبا بكم غدا إن شاء الله.